وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور أيمن، بعد التحية، كيف تابعت الوضع في أوكرانيا منذ فجر اليوم؟ أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. المؤكد أن هذا السيناريو ربما كان بعيد عن كثيرين. كل التقديرات كانت تقول في البداية أن الحرب سوف تبدأ وتنتهي حول إقليم دونباس. أنا في تقديري التحركات الروسية التي بدأت منذ صباح اليوم لها يعني مجموعة من الأهداف. الهدف الأول هو يعني إكمال السيطرة الكاملة على إقليم دونباس، لأنه عندما بدأت المشاكل في هذا الإقليم في عام 2014 و2015 وتحديدا في مايو 2014، سيطرت الحكومة الأوكرانية على ما يقرب من 30-35% من إقليم دونباس، وبالتالي أصبح هذا الإقليم بعد اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيستك، أصبحت هذه الأرض من وجهة النظر الروسية ومن وجهة نظر سكان هذا الإقليم أن هذه الأرض أصبحت محتلة. لذلك كل التحركات التي تجري على الأرض ومن الجانب البري تهدف إلى تحرير هذه المنطقة أو إعادة هذه المنطقة بالكامل إلى إقليم دونباس. هذا واحد. الأمر الآخر، تحاول روسيا أيضا تأمين أن يعيش إقليم دونباس فترة طويلة دون الاعتماد على الدولة الأوكرانية أو حتى الاعتماد على روسيا من خلال توفير كل وسائل الإعاشة والاقتصاد. لذلك الآن تجري كل المحاولات للسيطرة على ميناء ماريوبول. ميناء ماريوبول هو أقصى جنوب منطقة دونباس، وهو يطل على البحر الأسود، وهذا هو أبرز ميناء في أوكرانيا لتصدير المعادن والصناعات الثقيلة، وحتى دول الشرق الأوسط كانت تستورد الحديد من هذا الميناء. والسيطرة على هذا الميناء تجعل إقليم دونباس لديه كل الوسائل، لديه ميناء كبير، لديه مساحة، لديه شعب، وبالتالي مكونات السلطة أو مكونات الدولة تصبح جاهزة بالكامل في إقليم دونباس. النقطة الثالثة، أنا في تقديري تحييد الوسائل العسكرية الأوكرانية سواء القواعد الجوية أو الأسلحة الأوكرانية، هذا هدف أعلن عنه الرئيس بوتين بالمناسبة أكثر من مرة، وقال إن هذه الأسلحة تهدد المواطنين الروس سواء في دونباس أو حتى في المناطق الشرقية من أوكرانيا، ويجب أن تخرج من المعادلة. في تقدير هذا الاستهداف يهدف لهدف سياسي أكبر، وهو خلق فوضى داخلية في أوكرانيا ربما تسمح بعودة الموالين لروسيا إلى الحكم، لأنه ربما الكثيرون لا يعلموا أن سبب هذه المشكلة هو الصراع بين فريق من الشعب الأوكراني موالي لروسيا وفريق آخر موالي للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وهذه المشكلة تفجرت بالأساس عندما قام الموالين للولايات المتحدة الأمريكية والموالين للاتحاد الأوروبي بطرد الرئيس يانكوفيتش، وهو كان موالي للكريملين وموالي لروسيا ومن سكان دونباس، ويعني قفزوا على السلطة الذين هم من الجانب الآخر. في تصوري ضرب القواعد العسكرية هو دعم مباشر للموالين لروسيا في أوكرانيا، وقد يعود هؤلاء سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الانتخابات مرة أخرى. لكن فكرة الاحتلال الكامل للمدن والبقاء في المدن، أنا في تقدير هذا بعيد عن تفكير الكريملين وبعيد عن تفكير الرئيس بوتين. لماذا؟ آخر ظهور لروسيا على الساحة الدولية من الجانب العسكري لم يكن فيه أي نوع من الاحتلال المباشر. مثلا اللي حصل في جمهوريتي أوسيتيا الجنوبية أو أفخازيا، وده حصل في 2008 في جورجيا، لم يكن هناك احتلال مباشر. حتى الذهاب الروسي إلى سوريا لم تقوم القوات الروسية بالظهور في المدن السورية، هي كان قاعدة أو قاعدتين وانتهى الأمر، لا تفضل فكرة الظهور أمام المدنيين وفي المدن. آخر ظهور اللي حصل في شهر ديسمبر الماضي للقوات الروسية كان من خلال الأحداث اللي حصلت في كازاخستان، هي دخلت في عملية تشبه العملية الجراحية، القضاء وقتها على المجموعات الإرهابية والمسلحة اللي حاولت سيطر على مدينة ألماطة وخرجت في خلال أسبوع. لذلك أنا في تقديري الكريملين يفكر في استخدام الأدوات العسكرية كأداة لتحقيق هدف سياسي ليس من بينه الاحتلال أو البقاء في المدن الكبيرة، لأن هذا الأمر له تكلفة عسكرية كبيرة. الآن هناك أسلحة كثيرة لدى المواطنين الأوكرانيين، لأن الرئيس الأوكراني أقر قانون بالأمس
هذا القانون يسمح للمواطن الأوكراني بأن نعم. يمتلك ويكون لديه سلاح يمكن مواجهة به أي احتلال روسي قادم. نعم، بعيدا عن الهدف، إذا أردنا وصف ما يحدث الآن في أوكرانيا دكتور أيمن، البعض يذهب إلى أنها حرب، والبعض يذهب إلى أنها عملية عسكرية محدودة، البعض يذهب إلى أنها غزو، البعض يدافع ويقول أنها ليست بغزو. الصورة الآن في يعني عند الدكتور أيمن، أولا أوكرانيا دولة يعني عضو في الأمم المتحدة ودولة بهذه الحدود معترف بها من كل دول العالم بما فيها روسيا. بالمناسبة روسيا من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أوكرانيا ووفق اتفاق بودابست. معذرة دكتور أيمن، يعني نرجو أن تبقى معنا، فنحن مضطرون الآن للذهاب إلى كلمة للمستشار الألماني أولاف شولتس في ظل ردود الأفعال الدولية على الغزو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.